أعلنت بلدية دبي إنجاز 100% من مشاريع التشجير والزراعة التجميلية في تقاطعات رئيسية وجميع المناطق والطرق المؤدية لموقع الحدث العالمي الكبير، والتي تشمل امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان بالاتجاه إلى موقع الحدث لتغطية أكثر من 2 مليون متر مربع، إضافة لأكثر من 20,000 شجرة تشكل الحزام الأخضر على جوانب الطرق، وما يزيد على 4 ملايين شتلة وزراعة ما يقارب 2 مليون شتلة داخل الموقع، استعدادا لاستقبال المشاركين وملايين الزوار من داخل وخارج الدولة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة استعداداً لاستضافة إكسبو 2020 دبي.